سمعنا اسمها طبعا كانت مفاجاه كبيره. الف مبروك. تركضوا خبر ازاي؟ فرحنا جدا طبعا. انت اميره كريم. مش عارفه هو انا الحقيقه اتفاجئت ويعني كنت مبسوطه جدا ساعتها. بس كنتوا متوقعين حاجه زي كده يعني؟ ان شاء الله متوقعه يعني، كنت مستنيه ان شاء الله مجموع كبير بس مش الحياة طول عمرها متفوقة والكلمة دي أعلى ومستوى الله. كنت بتذاكري ازاي؟ كم ساعة في اليوم تقريبا؟ يعني تقريبا 8 أو أقل أو أكتر حسب النزول يعني. الدروس طبعا في الصيف. مدرسة أكتر ولا دروس؟ الاثنين. أنا كنت منتظمة في المدرسة لحد شهر 4 تقريبا يعني، كنت بروح كل يوم بس وكنت باخد دروس برضه في كل مواد. الاعتماد الأساسي في الدراسة كان عليه؟ هو يعني الاثنين كانوا مقسومين بالنسبه لي يعني، انا كنت بحاول استفيد من الاثنين بس كانت مركزه كمان مع المدرسه وهي مدرسه كويسه جدا. طول عمرها ما خدتش دروس صراحه، اول سنه تاخد دروس السنه دي لان هي يعني هي مجتهده الحمد لله. الحمد لله. الحاج يعني احكي لنا شعورك كده وانت بتستقبل. طبعا شعور السعاده طبعا يعني شيء كان بالنسبة لنا مفاجأة يعني، حتى الاسم لما طلع الوزير قالوا ما احنا مش متخيلين ان دي بنتنا اللي كان اسمها. بصينا كده يعني وشوية بقى فهمنا الوضع يعني، الاسم اتقال كله بس ما بعد شوية بقى فهمنا دي تبعنا. وقال اسم المدرسة فتأكدنا ان هي طبعا، احنا ما كناش متخيلين ان هو اسمها. انتوا وحيدة؟ لا عندنا أربع بنات. ما شاء الله. وهي الوسطانية. تمام.